حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. شهد خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة بعد أن شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية خسائر أسبوعية وسنوية، وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 14 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و73 سنتا، لكنه سجل خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 43 سنتا. فأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ 14 سنتا ليصل إلى 76 دولارا و28 سنتا، وسجل أيضا خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 88 سنتا. قالت اللجنة المالية البرلمانية إن انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق العراقي الموازي لا يعني انتهاء أزمة التضخم، خاصة وأن الأسعار بدأت ترتفع مجدداً في السوق المحلية. وأضافت اللجنة المالية أن الإجراءات الحكومية ما تزال غير كافية لحل أزمة الدولار في ظل عدم إيجاد حلول سريعة لسد الكثير من التمويلات الخارجية، خاصة مع إيران وسوريا والصين وغيرها، مرجحة استمرار أزمة الدولار لفترة طويلة. حققت الصادرات التركية نمواً بنسبة 5.2% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، فيما سجلت الواردات تراجعاً بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت. هذا وأظهرت بيانات مشتركة لهيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية أن حجم صادرات تركيا بلغ نحو 23 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي. خلال الشهر نفسه تراجعت الواردات بنسبة 5.7% لتبلغ نحو 29 مليار دولار، ما يعني أن العجز في التجارة الخارجية سجل انخفاضاً بنسبة تجاوزت 32%. رجحت جمعية المصارف الألمانية أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً وأن يقترب النمو الاقتصادي من الصفر في عام 2024. هذا وأضافت الجمعية أن الاستهلاك الخاص بالاستثمار يمكن أن ينتعش مرة أخرى إذا ما تراجعت المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تدريجياً خلال العام المقبل. وتوقع تباطؤ التضخم السنوي في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 3% في العام المقبل. بلغ حجم الديون العالمية حتى نهاية الشهر الحالي نحو 307 تريليونات دولار، وهو ما يشكل ارتفاعاً كبيراً بما لا يقل عن 10 تريليونات دولار عن أرقام العام الذي سبقه بحسب معهد التمويل الدولي. وقال تقرير صادر عن المعهد إن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ الآن نحو 336% ارتفاعاً من 334% في الربع الرابع من عام 2022، وشهدت نسبة انخفاضاً سبعة أرباع متتالية قبل أن تستأنف مسارها التصاعدي في النصف الأول من العام الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الموجز الاقتصادي بأمان الله.